التنسيق. طب السادة أولياء الأمور والأولاد، بس أنا يهمني دايما الولاد. الأولياء الأمور لا عليك إلا أن تتدخل بالنصح، أنت مجرد مستشار، وده مش تقليل بالمناسبة من دورك كأب وأم، أنت مستشار. بلاش 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 أنت لازم تخش الكلية دي، العيال مش هتحقق حاجة. سيبه يختار، انصح فقط، أنا رأيي كذا، أنا شايف كذا، اعرض الإيجابيات، اعرض السلبيات اللي من وجهة نظرك، وسيب العيال هي اللي تقرر. ما بيحصلش في الدنيا غير في بلادنا وبشعوبنا إن احنا اللي نفرض على العيال يخشوا كليات إيه؟ حاجة صعبة جدا، ده احنا بنفرض عليهم يخشوا علمي ولا أدبي، وعلم رياضة ولا علوم. هو مستقبلك ولا مستقبله يا أخي؟ هتقول لي أنا بحبه ابني بخاف عليه، صح، وأنا كمان والله. كلنا بنحب عيالنا وبنخاف عليهم، بس أظن نصنا إن لم يكن أغلبنا تضرر من تدخل أبهاتنا وأمهاتنا. ربنا يكرم الجميع ويخليهم لنا جميعا، الأحياء منهم ويرحم يعني من ترك دنيانا، هم تدخلوا في اختياراتنا بشكل أو بآخر. تقولي أنت كان نفسك تخش، يقول لك أدبي، بس أمي عملت لي غسيل مخ دخلتني علمي، مش عارف ليه غسيل مخ، يعني قعدت تلعب لي في نافوخ كده، ليها طريقة، فأنا بقى قاعد بقى إيه، علمي، رحت داخل، أنا أدبي جدا. المهم بتنطلق المرحلة الثالثة للتنسيق علشان الناس الطلبة ولادنا يخشوا الجامعة والمعهد. التنسيق بتاع الجامعات 2023 يبدأ النهاردة الأربعاء، واتفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب، كل حاجة بقت أونلاين. يا بختكوا ما عصرتوش أنتوا أيامنا لما كنا نروح مكتب التنسيق وناخد الملف ونقعد بقى لزق في طوابع، ويا ويلك لو لخبطت الدنيا هتضطر تروح وتعمل حدوتة عشان تجيب ملف، كله بقى أونلاين، يا بختك والله العظيم. طيب العدد المقدر لطلاب المرحلة دي بإذن الله للعلم قد إيه؟ 83,863 طالب وطالبة. الحد الأدنى 205، يعني قد إيه؟ لحد 50%، ده للأدبي. طيب بالنسبة للعلمي برضو 50%، وعدد الطلاب تقريبا حوالي 50,983 طالب وطالب. الإجمالي 134,846 طالب وطالبة في المرحلة الثالثة بس فقط لا غير، بسم الله ما شاء الله. طيب معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، اهلا بحضرتك يا دكتور. تحياتي سيادة النائب. تحياتنا لحضرتك، يعني دايما بنسعد لما نسمع صوت حضرتك كده ونعرف اخبار التنسيق المره دي ايه. هيفضل مفتوح باب التنسيق لحد امتى يا فندم؟ احنا حضرتك زي ما اشرت في الخبر بدانا المرحله الثالثه اليوم لمده 3 ايام، لان عدد طبعا حضرتك تعلم ان العدد ده يعني 134,000 طالب. ايوه. وإن شاء الله ستعلق هذه المرحلة لحين انتهاء الدور الثاني من الثانوية العامة وإعلان نتائج الطلاب الثانوية العامة لينضموا إلى هذه المرحلة. حلو جدا. ينضموا لهذه المرحلة، المرحلة الثالثة بتكون مرحلة واحدة، وبعد الدور الثاني ما بيخلص في التربية والتعليم وبتعلن نتائجه وبتصل للوزارة، بيفتح الباب أمام الطلاب الدور الثاني، بينسقوا ياخدوا فرصتهم كاملة تماما. أيوه. واي طالب تخلف عن التنسيق يستطيع ان هو ياخذ فرصته. حلو. ثم تعلن نتائج المرحله الثالثه مره واحده، وسيتاح ايضا للطلاب فرصه تقليل الاغتراب زي زملائهم في المرحلتين السابقتين الاولى والثانيه. هايل جدا. طب علشان برضو ابقى واخد الكلام كله على بعضه، اظن بعد ما بتعلن النتيجه بيبقى في برضو مساحه بتعملها وزاره التربيه والتعليم فتح باب التظلمات وما الى ذلك لحين البت فيها. احنا بنفضل فاتحين التنسيق لحد الانتهاء حتى من البت في التظلمات، صح؟ لا توجد حضرتك اي مشكلة على الاطلاق. هي. فرصة الطالب قائمة، مش اي مشكلة، واذا حصل له تعديل في النتيجة بتاعته بينسق الطالب على درجته كاملة، لا توجد اي مشكلة في ذلك. لكن انا بنوه لانه الطلاب اللي هينسقوا في المرحلة الثالثة حاليا النتائج هتظهر مع زملائهم بعد اتمام الدور الثاني وظهور النتائج وصولها الى للوزارة. طيب أنا كمان أحب أكد على تصريح سبق وحضرتك قلتهولي في مكالمة سابقة من حوالي كنا أيام المرحلة الثانية، قلت لي يوجد مكان بكافة الجامعات والمعاهد للطلبة اللي بيتخرجوا من الثانوية العامة، فلا داعي للقلق.
وبأكد لحضرتك هذا التصريح، وده اللي أكد عليه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. منظومة التعليم العالي حاليا في مصر الحمد لله بعد استثمار الدولة ميزانيات ضخمة خلال السنوات الماضية في هذه المنظومة وأيضا القطاع الخاص والأهلي. النهارده حضرتك بنتكلم على منظومة بتضم 92 جامعة، 176 معهد. هذه المنظومة إن هي مطمئنة تماما هتقدر تستوعب كل الطلاب المصريين سواء اللي ناجحين في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة أو أيضا طلاب التعليم الفني اللي احنا هنبدأ لهم خلاص اختبارات القدرات ثم يلتحق بزملائهم أيضا في التنسيق خلال المرحلة القادمة بإذن الله. دكتور عادل، أنا محتاج مساعدة من حضرتك كأستاذ جامعي، وأنا بتكلم دايما مع أولياء الأمور اللي زي حالاتي، حتى أنه بقول لو سمحتوا يا جماعة مفيش داعي ترغموا الولاد وتتدخلوا في رغبتهم، ما عليكم إلا المشورة والنصح. رأي حضرتك في إيه يا دكتور عادل؟ أنا حتى كنت بقول يا جماعة أنتم ممكن كده بالطريقة دي وبشكل عن دون قصد ولا نية بتفسد مستقبل ابنك. خلينا أقول لحضرتك إن بعض أولياء الأمور بيتصرفوا بالموقف في منحى عاطفي، بمعنى إنه حتى بيصل الأمر إن هو يفرض على ابنه أو بنته تخصص علمي. ومن قبيل بقول بمنتهى الموضوعية، عندنا طلبة في كليات ذات المجاميع المرتفعة زي الطب البشري وزي الهندسة وزي الإعلام وآخره، طلاب في القطاع الطبي والقطاع الهندسي بيتعثروا. وبعد كده مش بتاعته. بيتعثر في الدراسة ولا يوفق فيها. الحقيقة هو ما دخلش التخصص اللي هو اختاره، ولكن دخل التخصص اللي الوالدين اختاروه، وهو ده الفرق. صح. طالب بيختار بنفسه معناه انه حابب المجال، انه بيتحمل المسؤولية، انه بيستمر في مجال هو حابه يلتحق فيه مهنية فيما بعد. انما انا اللي بختار لابني او بختار لبنتي معناه يعني انا لابد، لكن دور الاب ودور الام يوضحوا معلومات يساعدوا ابنائهم على معرفه التخصصات الجديده. الدنيا حضرتك اتغيرت، خريطه التخصصات العلميه النهارده في كل الكليات واللوائح الجديده اتغيرت تماما. ومصر الحقيقه بتواكب هذا التطور اللي حاصل في العالم. صحيح. بتواكب سوق الوظائف في العالم. خلينا نخرج من الاطار التقليدي اللي احنا نحب ابنائنا يبقى بذات تخصصاتنا. يعني في بعض الاباء والامهات حريص ان ابنه وبنته يكمل مسيرته يبقى في نفس المهنه في نفس التخصص. الحقيقه يعني هذا التفكير يحتاج الى تغيير، ويقول لا مساله تختلف، اترك ابنك وبنتك، قدم النصيحه، قدم المعلومه، وضح، ساعده، لكن خليه ياخد القرار عشان يستمر في مجال هو حبه، والحاجة الثانية بيتحمل المسؤولية. صح 100%. أشكرك يا دكتور على التصريح وأيضا على النصيحة، كل الشكر ليك يا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي.